جيب مدرب بال 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 ياخذ في شهريه 80 مليون، شنو باش يبدل لي؟ شنو باش يبدل لي؟ اسمه حسام البدري. حسام البدري يا اخي، الفائده في الاسم. حسام البدري يتبدل لي حاجه على القليله في الـ في الـ في الفريق. النادي الصفاقسي قبل الاخ تطاوين الثامنه والسابعة، لا المدير يعني حسب رايي تاع النادي الصفاقسي فشلت بصراحه اني تجيب مدرب محنك ويعرف البطوله التونسيه، ودليل معنا نلوحوا في الفلوس هكاك خاطر حسام البدري لعب في الاهلي المصري ويحبوه شويه المصاروه، جبناه باش نرضيو الجمهور كالعاده. احنا مشكلتنا ما نحبوا نرضيو الجمهور وننساو الفريق. ديريكتور سبورتيف شكون عندك؟ ما عندكش مدير رياضي؟ لا لا ما عنديش، ما عنديش. كان هيثم ربطو، كان هيثم ربطو. شكون عندك؟ نادي الصفاقسي نجح مع نصر البدوي ديريكتور سبورتيف، نجح مع مدربين. هو حتى لقاو رئيس في نادي الصفاقسي وما ساعدش لقاو رئيس. إيه سامحني زاد تجي انت رئيس هيئه دعم ولا تجي رئيس هيئه مؤقته وانت تجيب لي سامحني مدرب بالصفه هذه وملاعبيه معناها متوسطين وتحبني زاد اني نعطي فيك ثقه وما تجيبش فلوس ومشاكل في نادي الصفاقسي زاد وتحب الجمهور يعطي فيك الثقه، مشكله كبيره زاد. دحمان مشاركته انه حارس مصح كونترا مع الحزم، يقول لك ماهوش مركز قاعد يعمل فيه اخطاء. هل اليوم كان على الاطار الفني وانت مدرب كان ينجم مثلا يعطي الحارس الثاني صبري بن حسين او قالوا لانه سي يقول لك اش مازال باش يخرج، جاتني بطوله عربيه لازمني نحضر البديل نتاعو ومش سير باش نعمل انتدابات. بالنسبه لي انا في النادي الصفاقسي ما عندهمش مشكله في حراسه المرمى، انا قلتها يخلي قالوا لي يلعب ولا صبري. قالوا صبري بن حسن ثلاثه حراس معناها من طراز ممتاز خلينا نقول. اليوم صحيح يمكن دحمان كان خطا معناها في مقابله الترجي الرياضي التونسي، وهذا يصير كما صار على خطا النادي الافريقي وفي الاخطاء الكل معناها في العالم الكل اخطاء معناها حراس المرمى يقوموا باخطاء. لكن ما ننساوش انه دحمان زاد في المقابلات الاخيره في بعض المقابلات كان حاسم بالنسبه لنادي الرياضي الصفاقسي، مقابله الحزم ولا السيري ذول اللي تصدى ضربه جزاء. دونك لهنا يمكن الاداره نتاع النادي الصفاقسي والمدرب خير انه قائد الفريق اللي هو دحمان والكاريزما نتاعو واللي هو ابن النادي زاد واللي هو حارس الاول في المنتخب. نجم يقعد مركز نجم يقعد نجم يخسر بلاصته زاد في المنتخب الوطني التونسي، وهو اون بلوس معناه ماهوش قاعد مش مقصر في المقابلات الاخيره. هو اخر مباراه هي 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 هو راهو شكلي راهو الهدف حتى كي يقبلوا يعني قلت لك يعني مش فوت نتاع الناس حملته المسؤوليه طلعوا قدامه اقل شيء خمسه ملاعبين الناس حملته فما دي جارديان كبار في الاوروبي الناس حملته مسؤوليه الهدف. دونك هذاك علاش عادي انه الناس تو باش تولي تتساءل علاش مازال دحمان بالرغم انه ماشي للحزم لكن مازال الى حد الان هو السؤال. اذا هو عندك حارس مرمى ربي شكرا ثم قالوا له ثم صبري ما احتلال دحمان. اذا كان عندك تحب تعمل حارس العام الجاي من البريباراسيون يبدا الحارس ويلعب مقابله عليه تضرب عمل لي جامو كروازي ويلعب قالوا قالوا قداش من مقابله لعبها السنين قالوا وقت اللي وقت اللي يستحقوه يلعب يا اخي فينال الكوب. نعرف قداش عنده فهمي شوف العالم الكل يمشي محضر انت عندك بطوله عربيه جاتك يا عمار نعرف هذا الحارس نتاعك مازال هذا كيف كيف مازال عندي بريباراسيون باش نقوم بمقابلات ودية ونجرب الزوز حراس مش نتعلم فما حتى كاستحقاق للحارس زاد كما قلنا حارس أول منتخب وعندك جيتك معناها مقابلات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي مش انت تحطه على بنك الاحتياط مش تخسر حتى مكانته في المنتخب. هذه حاجه. الحاجه الثانيه واللي هي مهمه برشا والحكايه فيها عمار شنو اللي تغير مع حسام البدري؟ اللي تغير انه كل مره نشوفوا رسم تكتيكي بالنسبه للنادي الصفاقسي مره ثلاثه في ثلاثه اربعه ثلاثه اربعه ثلاثه ثلاثه خمسه اثنين ما نجحش في الفتره الاولى رجع للاربعه ثلاثه ثلاثه بعد اربعه اثنين ثلاثه واحد مقابله ترجي شكون نجح حسام البدري؟ ثلاثه ثلاثه خمسه اثنين شو مع الاهلي نجح 3-5-2 مع الاهلي مع كاليتي الجوار اللي موجوده في بعد الاهلي شوف بعد ما خرج من الاهلي المصري اللي نحكوا على اي مدرب كلهم المدربين يصبروا على الاهلي المصري اعطيني مدرب.